اهلا بيكو في فيديو جديد هنتكلم فيه ببطار اهلا بيكو في فيديو جديد هنت اهلا بيكو في فيديو جديد هنتكلم فيه باستفاضه عن السيفتي فالف والريليف فالف. هنحاول اننا نعرف اهم الفروق اللي بتفرق السيفتي فالف عن الريليف فالف. اول فرق هتلاقيه دايما منتشر في الكتب هو الاختصارات اللي دايما بنلاقيها. السيفتي فالف دايما بيكون الاختصار بتاعه هو PSV او بريشر سيفتي فالف، اما ريليف فالف فبيكون الاختصار بتاعه هو PRV او بريشر ريليف فالف. البريشر سيفتي فالف والبريشر ريليف فالف هما من اشهر المعدات او من اشهر الاجهزه المساعده اللي بنحتاجهم دايما في الصناعات المختلفه، سواء الصناعات دي صناعات اغذيه او صناعات بترولية أو بتروكيماوية أو صناعات لمحطات إنتاج الطاقة الكهربية أو غيرها من الصناعات. دايما بيتواجد كمية من أجهزة القياس والتحكم. أجهزة القياس والتحكم دي بيكون الدور الرئيسي بتاعها هو إن إحنا نحافظ على قيم المتغيرات الأساسية في العمليات الصناعية بتاعتنا، من ضغط، من حرارة، من فلو، من غيرها من المتغيرات، عند قيم معينة لازم نحافظ على القيم دي بالأرقام المحددة أثناء التصميم عشان نحافظ على سير العملية الصناعية اللي احنا بنواجهها إنها تتم على أفضل شكل. الجزء اللي هنتعامل معاه النهاردة هو جزئية الضغط. جزئية الضغط زي ما قلنا لا يخلو منها أي نوع من أنواع المصانع، زي ما اتكلمنا وضربنا أمثلة مختلفة، فلازم نلاقي ان الضغط هو عنصر مشترك في كل الاجهزة الصناعية. لازم نحافظ على الضغط بكل الاشكال، لازم نحافظ على الضغط سواء بقياسه او سواء باجهزة التحكم فيه، وكل اللي هنتكلم فيه النهاردة هو ازاي اننا نتحكم فيه. مشكلة الضغط هو مشكلة أزلية. فكرة ان انت يبقى عندك معدة زي المبادل الحراري اللي قدامنا ده، المبادل الحراري بيكون باختصار شديد هو معدة مقفولة، المعدة دي بتكون جواها ضغط معين. الضغط ده لازم نحافظ عليه عند قيمة معينة، لأن لو الضغط ده زاد فبالتالي ممكن يؤدي زيادة الضغط لأن يحصل تكسرات أو انفجار حتى في المعدة بتاعتنا، وبالتالي بنخسرها، ودي طبعا بتكون معدة غالية وما ينفعش إن احنا نخسرها نتيجة بس زيادة في الضغط. فبالتالي لازم يكون عندنا معدة، المعدة دي من خلالها نقدر إننا نحافظ على كمية الضغط داخل المعدة بتاعتنا أو داخل المنظومة بتاعتنا عند قيمة معينة، وليكن هي القيمة اللي تم تصميم المعدة عليها، وليكن هي 10 بار. فلازم نركب نوع من أنواع الأدوات اللي بنسميه السيفتي فولف أو الريليف فولف، بحيث أن يكون دوره الأساسي هو أنه يمنع زيادة الضغط عن الحد المعين اللي هو 10 بار. فبالتالي بيكون الدور الرئيسي من الريليف فولف او من السيفتي فولف هو انه يكون عبارة عن آلة بتمثل عندك تأثير لقوة. تأثير القوة ده لازم انه يجابه قيمة الزيادة في الضغط او قيمة الضغط الاساسية اللي هي 10 بار. فاحنا لو هنا عندنا الضغط ده 10 بار، فلازم قيمة القوة الخارجية دي تكافئ برضو 10 بار عشان ما يحصلش اي تسريب من السيستم بتاعنا. ولكن زي ما بنقول، لو افترضنا ان الضغط ده حصل عندنا في مشكلة ما في النظام وبدل ما كان 10 بار زاد بقى 12 بار، فبالتالي في الحالة دي هيبدأ ان الميكانيزم بتاع السيفتي فولف او الريليف فولف ان هو يبدأ يهرب كمية من الضغط الزيادة ده بمقدار 2 بار، بحيث انه يرجع تاني الضغط الاساسي عند 10 بار. فدلوقتي الهدف الرئيسي او الهدف المشترك من السيفتي فولف او الريليف فولف هو انهم يحافظوا على الضغط داخل المعدة بتاعتنا عند قيمة معينة عشان تحافظ على استمرارية العملية الصناعية بتاعتنا. لكن السيفتي فولف والريليف فولف بيكون في ما بينهم عدة اختلافات. اول اختلاف والاختلاف الرئيسي ما بينهم هو ان احنا لازم نتعرف مين بيتعامل مع السوائل ومين بيتعامل مع الغازات. في دايما تصنيف مشهور للفلويدز هي الكمبريسابل فلويد والانكمبريسابل فلويد. الفلويد او الموائع القابلة للانضغاط والموائع الغير قابلة للانضغاط. فكرة الانضغاطية هي الفكرة الأساسية اللي بتقوم عليها تصنيف الموائع بانتشار كبير.
لان المواقع القابله للانضغاط هي المواقع الغازيه زي الهواء، زي الابخره المختلفه زي بخار الميه كاشهر الابخره. اما الفلويدز الغير قابله للانضغاط هي المواقع زي السوائل باختلاف اشكالها، سواء مياه سواء وقود سواء اي نوع من انواع السوائل. فبالتالي ان احنا نفرق ما بين المواد القابله للانضغاط والغير قابله للانضغاط، ده بيؤدي لنا لاننا نفهم اصلا هنستعمل كل فولف من الريليف فولف او من السيفتي فولف امتى. فكره الانضغاطيه زي ما بنقول بتؤدي لنا لفكره ان احنا عندنا في حاجه اسمها الاكسبانشن. الاكسبانشن هو المضاد للانضغاطيه. الاكسبانشن ده او الزياده في الحجم زي ما نقدر نقولها بطريقه بسيطه، هو عباره عن ان انت لما بتزود ضغط الفلويد بتاعك بتلاقي ان الحجم بتاعه بيبدا يزيد. في حاله المواد القابله للانضغاط بتلاقي ان الزياده او الاكسبانشن بتكون كبيره، اما في المواد الغير قابله للانضغاط بتلاقي ان الحجم الزياده مش كبير او شبه مهمل، اصلا ما بتلاقيش في حجم زياده او اكسبانشن بشكل مبالغ فيه. فبالتالي الغازات او الابخره او المواد القابله للانضغاط دي بتلاقي فيها الاكسبانشن بنسبه كبيره، اما المواد الغير قابله للانضغاط بتلاقي الاكسبانشن بتاعها قليل. فبالتالي جزئية الاكسبانشن دي او جزئية الزيادة في الحجم بتهددنا بخطر كبير جدا، لان لو زاد الحجم في المعدة اللي كنا بنتكلم عليها من شوية زي الهيت اكستشينجر مثلا اللي كنا بنتكلم معاه، ففضلا عن زيادة الضغط داخل المعدة زيادة الحجم ايضا هي ممكن تؤدي الى تكسر او انهيار للمعدة كلها. فدايما هنلجأ ان احنا نفكر في زيادة الحجم مع زيادة الضغط في المواد القابلة للانضغاط. ففكرة القابلية للانضغاط دي بتؤدينا دايما لفكرة ان احنا لازم لو حصل عندنا زيادة في الحجم نتيجة زيادة في الضغط لكمية من الغازات، فاحنا في الحالة دي احنا وصلنا لحالة حرجة. الحالة الحرجة دايما بتستلزم ان يكون في جزئية سيفتي فولف، لان السيفتي فولف بيكون الدور الرئيسي بتاعه هو ان لو زاد الضغط في المنطقة الداخلية دي يبدأ فورا الديسك اللي هو حاكم الإغلاق على المنظومة السفلية ان هو يبدأ يفتح. طبعا هتلاقي ان الضغط نتيجة السوستة او السبرينج او الفورس الناتجة عن السبرينج بتجابه في الاساس قيمة الضغط الداخلي، اما لو زاد الضغط عن القيمة المحددة فبالتالي بيبدأ ان الفلويد يتحرك ويبدأ يزق قيمة الديسك ده ويبدأ يخرج. فاحنا عايزين ان التحرك بيكون سريع جدا في حالة الغازات نتيجة السبب اللي كنا لسه قايلينه. ففكرة الغازات دايما بتستلزم ان يكون عندنا سيفتي فولف، ده نتيجة ان الغازات اثناء زيادة الضغط بتاعها بتجابه كمان مشكلة وهي الاكسبانشن بتاع السائل بتاعنا او بتاع اقصد الغازات. اما في حالة الريليف فولف او في الغاز المستخدم او السائل المستخدم داخله وهو السوائل بشكل عام، السوائل ما زي ما قلنا ما فيهاش جزئية الاكسبانشن، وبالتالي بيكون عندنا فكرة تهريب الضغط اثناء زيادته من داخل المعدة لخارجها بيكون بشكل تدريجي. يعني في اول لو احنا عاوزين نحافظ على الضغط داخل المعدة دي 10 بار، فبالتالي اول ما الضغط يبقى 10.1 بتلاقي ان الجسم ده فتح وبدأ يهرب شوية غاز وبعدين يقفل وبعدين يفتح تاني لو وصل لعشرة وواحد من عشرة تاني ويقفل ويفتح ويقفل وهكذا تتدرج الامور. اما في حالة السيفتي فولف فلو زاد عن قيمة 11 مثلا او قيمة مغايرة لقيمة احنا مثبتينها عليها، القيمة دي بتكون عكس او متغيرة او حتى ممكن تكون هي نفس قيمة البريشر داخل المعدة اللي احنا عايزين نحافظ عليها. فبالتالي السيفتي فولف بيفتح مرة واحدة عشان يهرب الضغط مرة واحدة ويخلص، اما في الريليف فولف فهو بيفتح بشكل تدريجي عشان يهرب الضغط بشكل متدرج. ده من اهم المميزات والاختلافات في العلاقة ما بين السيفتي فولف والريليف فولف. طبعا الاشكال بتاعتهم بتكون مختلفة في السوق، ولكن بيكون الشكل الاساسي بتاعهم ان بيكون دايما في سبرينج
زي ما قلنا السبرينج بتؤثر بقوه، والقوه دي هي اللي بتجابه قيمه البريشر داخلي، وطبعا البريشر لما بيزيد بيبدا يخرج على الشكل ده. ملحوظه اساسيه في الجزئيه دي ان في الغالب بيتم تركيب السيفتي فالف والبريشر ريليف فالف بشكل راسي على الخطوط بتاعه الانابيب بتاعتنا، وفي جزئيه السيفتي فالف في الغالب برضو بيتم ربطها بفلانجه بحيث ان الضغط الزياده ده ما يتمش تسريبه في الجو او في الهواء المحيط في المحطه اللي بنتعامل معاها، لان ممكن يكون متواجد اي شخص من العمال في المنطقه دي، وبالتالي خطر جدا ان احنا نعمل تفريغ للشحنه بتاعه السيفتي فالف في الهواء، ولكن بيتم في الغالب ربطها بخطوط عشان يتم تصريفها بشكل اكثر امانا. وده شكل التفريغ بتاع الريليف فالف، بتلاقيه زي ما احنا شايفين ممكن يكون في هواء طلق عادي وبيتم بشكل تدريجي زي ما كنا بنقول. وزي ما قلنا برضو الشكل الداخلي او التركيب الداخلي بيكون نفس الشكل بنفس في الغالب يعني بيكون متقاربين بشكل كبير جدا لحد هنا. وهي دي هنكتفي باهم النقط اللي بتميز البريشر ريليف فولف عن البريشر سيفتي فولف.